خاتم النبيين والمرسلين وعلى أهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه العلماء النجباء المجاهدين لإعلاء كلمة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وعدتكم في درس الأحد أن يكون درس هذه الجمعة في ذكرى سيدنا رسول الله وميلاده الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأحبابه. كلنا يعلم أن المسلمين في شهري ربيع الأول والثاني يحتفلون بذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولاً، مبعث عمل المسلمين لهذه الذكرى شأن الحب والمحب أن يستعيد دائماً ذكرى من يحب، فإذا كان المحبوب أحب خلق الله إلى الله فذكرى ظهوره ووجوده وولادته تكون هذه الذكرى من الحب، والحب من أعلى شعب الإيمان، بل هو أصل الإيمان، ومن لا محبة له لا إيمان له، هكذا ورد الحديث الشريف: من لا محبة له لا إيمان له. وبذلك نطق القرآن العظيم إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخره.